اللي عنده عربية بياخد الدعم مرة، اللي عنده عربيتين بياخد الدعم مرتين، أما اللي ما عندوش عربية خالص ما بياخدش الدعم ولا مرة. يبقى إزاي ده اسمه دعم؟ الدعم بيتقال عليه دعم عشان بيروح للي يستحقه، اللي يستحق المساعدة والمساندة. 540 مليار جنيه صرفتهم البلد في الست سنين اللي فاتوا في دعم المواد البترولية، كانوا ممكن يبنوا كام شقة لمحدود الدخل ويفتحوا كام مدرسة لأهالينا في الريف وفي الصعيد، ويرصفوا كام طريق، كان ممكن يجهزوا كام مستشفى عشان نوفر الرعاية لصحة ولادنا. مصر وفرت 21 مليار جنيه في 2018 من قرارات ترشيد دعم المواد البترولية. الفلوس دي اتصرفت في بناء مدارس جديدة وقرى كتيرة كانت تحت خط الفقر في الصعيد، ومحطات إنتاج كهرباء وشبكة طرق جديدة عشان أمانك وأمان ولادك. ترشيد دعم المواد البترولية الشريحة الأخيرة علشان الدعم يوصل لأصحابه.